بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يكتب لنا قيام ليلة القدر. أهلا بكم معنا في برنامج كل يوم سيارة والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهاتنا في قناة المجد الفضائية من الرياض. أسعد أعزائي المشاهدين باتصالاتكم ومشاركاتكم معنا من خلال الأرقام التي ظاهرة تظهر أمامكم الآن على الشاشة، وكذلك أسعد كذلك بمشاركتكم عبر هاشتاغ البرنامج كل يوم سيارة. كما هو المعتاد نطرح في كل حلقة سؤال ثم يمكنكم الإجابة عليه مباشرة حتى الساعة 9 من مساء الغد. خلوني أذكركم بسؤال الأمس. سؤالنا ليوم الأمس الخاص بهاشتاغ البرنامج كان السؤال هو: ما نتيجة خلط النحاس مع القصدير؟ ما نتيجة خلط النحاس مع القصدير؟ وكانت هناك ثلاث إجابات والإجابة الصحيحة هي البرونز. خلونا نتعرف وياكم على اسم صاحب أو صاحبة الحساب الفائز معنا. إذن ألف مبروك، ألف مبروك لصاحبة هذا الحساب، وخلونا نتعرف على جائزتها. إذن ألف مبروك لصاحبة الحساب، فوزك معنا بطقم أواني. لا تنسون يا جماعة أنه كذلك أكثر مغرد أو مغردة في أحد محاورنا الأربعة سيفوز بإذن الله تعالى بغرفة نوم، بالإضافة إلى دخوله وأعلى 9 مغردين السحب على السيارة الأخيرة بإذن الله تعالى. سؤال اليوم، سؤال اليوم الخاص بالهاشتاج يقول السؤال، خلونا نشوفها مع بعض على الشاشة. يقول السؤال: مؤسس بيت الحكمة هو، هل هو المأمون ولا المعتصم بالله أم المنتصر بالله؟ مؤسس بيت الحكمة، يمكنكم الإجابة من الآن وحتى الساعة 9 من مساء الغد. دائما 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 أذكر عند الإجابة لابد من ذكر اسم الهاشتاج بصورته الصحيحة. كل التوفيق لكل الأخوة والأخوات. جاهزين نبدأ معاكم بإذن الله تعالى في محاورنا بعد الفاصل. إذن أعزائي المشاهدين بدايتنا بإذن الله تعالى ستكون مع محور السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم يا رب. وناخذ أول متصلة نورة. سلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا يا نورة، أول مشتركة معنا لهذه الليلة، ونقول يا الله يا رب تكون واحدة من جوائزنا من نصيبك. آمين آمين يا رب العالمين. خلونا نشوف سؤال أختنا الكريمة نورة في مجال السلامة. وما شاء الله تبارك الله، ألف مبروك يا نورة، ألف مبروك يا نورة. بداية مشجعة، بداية محفزة، وهم لك شعار أرامكو السعودية. كل الشكر والتقدير للراعي الرئيس لبرنامج كل يوم سيارة شركة أرامكو السعودية، وعلى الجهود الكبيرة التي يبذلونها أيضا في مجال السلامة من خلال لجنة السلامة المرورية. يا فايز. فايزة يا رب إن شاء الله تكون. عليكم السلام، وإن شاء الله يا رب تكونين فايزة إن شاء الله بإذن الله. نقول إن شاء الله يا رب. خلونا أيضا نشوف سؤال أختنا الكريمة فايزة، وإن شاء الله يا الله يا كريم تكون واحدة من جوائزنا من نصيبك. آمين يا رب العالمين. يلا آمين يا رب العالمين. خلونا نشوف سؤال أختنا الكريمة. قبل شوي طلع لنا شعار والآن سؤال، إن شاء الله أنك يعني تتمكنين من الإجابة إن شاء الله بإذن الله. طيب يقول السؤال: عند التقاطعات التي بدون إشارات مرور وعند المدارس تكثر، هل هي الشاحنات ولا مطبات السرعة عشان المدارس الناس تهدي ولا الدراجات النارية؟ ساعدنا أنت، أعطيني خيار. يلا أنا أقول لك الأول. لا، التقاطعات اللي عند المدارس دائما يحطون قدام المدارس مطبات السرعة. أي عشان الناس تهدي شوي وتركد
رقم 2. رقم 2 ثبتوا الفائزة رقم 2 إن شاء الله يا رب تكون فائزة. واتصال جديد وأقول سلام عليكم. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا يا علي. كيف حالك أخوي؟ مساء الخير. خير ونعمة، مساء النور، كيف حالك يا علي؟ نحمد الله ونشكره. علي عسى كيف؟ أبو كل عام وأنتم بخير. وأنت بصحة وأنت بصحة وسلامة. علي عساك من الناس اللي تربط حزام الأمان. والله سؤال محرج، خلي بعدين أجاوبك عليه. لا إحنا تكفى يا علي، طلبناك من خلال البرنامج. يعني احنا ما تكلمنا كثير عن حزام الامان، لكن ودنا كثير. جزاك الله خير. لا نبيك تعدنا ان شاء الله باذن الله يا علي. يلا خلونا نشوف سؤال اخونا الكريم علي في مجال السلامه، ان شاء الله يا رب تتوفق. الف مبروك يا علي، الف مبروك. ظهر لك شعار شركه الجبر للسيارات، وكلاء سيارات كيا بالمملكه العربيه السعوديه والرعاة الرئيسيين لبرنامج كل يوم سيارة، كل الشكر والتقدير. يا زهرة. نعم. سلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا أختي الكريمة. الله يسلمك، كيف حالكم؟ خير ونعمة، خير ونعمة، الله يبارك فيك. يلا أختي الكريمة أيضا راح ننتقل وياك في محور السلامة ونشوف سؤالك. يلا خلونا نشوف سؤال أختنا الكريمة في مجال السلامة المرورية. يقول السؤال: يتم فحص الأنوار الأمامية والمرشحات اللي هي الفلاتر والبطارية، هل هي يوميا ولا أسبوعيا ولا شهريا؟ يعني الثاني. أسبوعيا؟ أيوة والله. يعني الثالث شهريا. أيوه. البطارية والفلاتر نشيك عليها ونغيرها، عشان كذا أسأل الأولاد ولا شهرية. يلا ثبتولها شهريا، الخيار الثالث. واتصال جديد وأقول سلام عليكم يا حصة. وعليكم السلام. أهلا وسهلا يا حصة، جاهزة معانا؟ إيه. حصة نفس السؤال اللي سألت علي، تربطين حزام الأمان ولا لا؟ لا. أفا ليش يا حصة؟ نبيك توعدينا إن شاء الله أن من اليوم تبدين تربطين حزام الأمان إن شاء الله. والحفظ يعني إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يتولانا بحفظه. خلونا نشوف سؤال أختنا الكريمة في مجال السلام، وقصرين على صوت التلفزيون. قصري يلا. ألف مبروك، ألف مبروك، كل الشكر والتقدير لغصن البان لصناعة الأثاث، أحد رعاة برنامج كل يوم سيارة، كل الشكر والتقدير لكم. واتصال جديد وأقول سلام عليكم يا محمد. أخوي محمد يلا راح. محمد معلش يجينا إن شاء الله. أخت لطيفة. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم أختي أنا بركز شوي على موضوع حزام الأمان في محور السلامة المرورية. أو أيوة. في محور السلامة. عساك يا أختي من الناس اللي تهتم في موضوع الحزام. والله اهتم بانه ولدي يركب، انه يحط ولدي صراحه، ما انا الله المستعان. يعني هو يعني خطوه ممتازه انك تاكدين على الولد. أيه. هذه لا شك انها ممتازه، لكن الخطوه الثانيه اختي الكريمه ايضا حتى لك انت، يعني أيه. ودنا ان ايضا يعني حرصك على الولد ايضا يكون على نفسك ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله يا رب لك وكل من يكون موجود بالسياره تاكدين عليهم على قضيه حزام الأمان. ولذلك احنا نطلب حقيقة من كل الأخوات، الأمهات، الزوجات، الأخوات، أن يكن راكبات إيجابيات بأنهم يأكدون على اللي موجودين بالسيارة بربط الحزام. خلونا نشوف. يلا خلينا نشوف سؤالك أختي الكريمة في مجال السلامة. يلا. والسؤال القادم أظن أيضا سؤال هو مرتبط عن حزام الأمان. يقول السؤال: كم عدد الذين يربطون حزام الأمان من بين كل 10 سائقين في السعودية؟ هل هم 2 ولا 3 ولا 8؟ والله ما بدي أتوقع 2. والله إيش أقول لك، بس والله هذا اللي للأسف أنه نبي نثبت على رقم 2، إيش رأيك؟ 2 طيب. يلا إن شاء الله إحنا من خلال برنامج كل يوم سيارة، من خلال تعاون كل القطاعات، أنه يرتفع هذا العدد إن شاء الله. يلا ثبتوا لنا يا جماعة.
يا شيخة أخت شيخة شيخة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. مين معاي شيخة؟ أي. مشغولة عننا يا شيخة. ألو يا شيخة. ألو. وينك؟ النادي عليك ما تردين. جاهزة؟ أي جاهزة. يلا طلعوا لنا سؤال أختنا شيخة في مجال السلامة، وإن شاء الله يا رب تتوفق بإجابة صحيحة، وألف مبروك. ألف مبروك أختي الكريمة. ظهر لك شعار شركة السيف، أحد رعاة برنامج كل يوم سيارة، كل الشكر والتقدير. يا نايف. هلا. يا أهلا وسهلا. أهلا فيك. نايف كم عمرك؟ عمري 15. تسوق ولا ما تسوق؟ نبي الصدق. ها؟ لا ما أسوق. ما تسوق. وإذا ركبت السيارة تربط الحزام؟ أكيد. طيب جزاك الله خير. يلا خلونا نشوف سؤال أخونا نايف في مجال السلامة المرورية. سؤالنا يقول: ما هو الوصف الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية على الحالات المرورية؟ هل هو وباء المراهقين، ولا وباء عديمي المسؤولية، ولا وباء المجتمعات المتمدنة؟ هاي نايف. أتوقع واحد. والله المشكلة أنه يعني المراهقين صحيح، بس لو مكانك يمكن أغير. أتوقع ثلاثة. طيب الحين واحد ولا ثلاثة؟ ثلاثة نجاوب. آخر كلام؟ أي. يلا ثبتوا له، أنا ما قلت له شيء ولا قلت له غير. يلا الحمد لله الإجابة صحيحة. ومين معانا يا فوزية؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخت فوزية. كل عام وانت بخير. وانت بصحة وسلامة يا رب. الله يسلمك. يلا عسى يا الله يا كريم بهالليلة يكتب لك أحد جوائزنا بإذن الله. بإذن الله. يلا خلونا نشوف سؤال أختنا الكريمة في مجال السلامة، ونقول لك ألف مبروك. ألف مبروك أختي الكريمة، ظهر لك شعار دار اليوم، أحد رعاة برنامج كل يوم سيارة. وكل الشكر والتقدير دائما لرعاة برنامج كل يوم سيارة على رعايتهم لهذا البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان أعمالهم. باقي معانا اتصالات في المحور ولا ناخذ الفاصل؟ طبعا دائما وأبدا نذكر حقيقة أن هذه المحاور نتنقل ما بين محور السلامة ومحور المعرفة ومحور الابتكارات وكذلك محور الطاقة. وبالمناسبة محور الطاقة اليوم سيكون معي أيضا أحد المسؤولين في أرامكو السعودية ليحدثنا عن معرض كفاءة الطاقة الذي سيكون ضمن برنامج إثراء المعرفة. آخذ عبد العزيز. ناخذ عبد العزيز. عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عبد العزيز. حياك. جاهز يا عبد العزيز؟ يلا يلا خلونا نشوف سؤال أخونا الكريم في مجال السلامة، ونقول لك جاك شعار أكبر شركة تهتم أيضا في مجال السلامة، أرامكو السعودية، وتعتبر أيضا السلامة أحد القيم الرئيسية التي تتبناها أرامكو السعودية. فكل الشكر والتقدير لهذه الشركة العملاقة. انتهينا من محور السلامة، ننتقل وإياكم إلى محور جديد بعد الفاصل. أرامكو السعودية. نسوق بذوق. غصن البان عصرية وارتقاء. شركة السيف للتوكيلات التجارية، إبداع تتوارثه الأجيال. جريدة اليوم. تزود خير ما يجنى. تزود.
اسفين يا جماعه اسفين والله. نسوق بذوق. لمسات حرفيه ترسم بجوده واتقان وتجسدها احدث ما توصلت اليه التقنيه في صناعه الاثاث، لتضع امامك كل ما يرتقي باختياراتك من حلول عصريه وكلاسيكيه، لتقتني اجود انواع الاثاث المشغول بمنتهى الاناقه وبارقى التصاميم. غصن البان، عصريه وارتقاء. عندما كنت صغيره كان عالمي مساحات كبيره للاماني والاحلام، ثم عرفت ان الزمان يذهب وياتي زمان، ثم اصبحت احكي واحكي عن امان قديمه، عن ملامح لا تندثر، عن سيوف لا تنكسر. شركه السيف للتوكيلات التجاريه، ابداع تتوارثه الاجيال. اللي ما يدوم معك ما يستاهل حقه، بس وحدها درش بجودتها وراحتها وقيمتها تستاهل. درش، اصل الملابس الداخليه من عجلان واخوان. ابشر، الماجد للعود يفي بالوعود. سلسلة معارض قصر الأواني إحدى شركات إبراهيم محمد السيف، صالات عرض على مساحة أكثر من 5000 متر وأكثر من 50,000 صنف. قصر الأواني، وجهتك الأولى للتسوق. نسعد بزيارتكم أو اتصالكم على العناوين التالية. الهدف من وجودنا هو صوتكم. نحلل الاقتصاد بمؤشراته، ننقل لكم السياسة بأحداثها الساخنة، نجوب أرجاء الملاعب، نهتم بأسلوب حياتكم، ننشر الخبر في كل وسيلة. جريدة المدينة، صوتك قلمنا. عاماً ومائدتنا كما هي غنية بالوفاء والحكاية والحب، وطبقنا الذي لا يفارق لحظاتنا، وكبرنا وكبرت سفرتنا عامرة بالسعادة، ويبقى أرز الشعلان عنوان الجودة والطعم الأصيل. أرز الشعلان من زمان أحباب. هذا الوقف العظيم وهو سنابل النور لصالح المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات في بني عيسى، فأوصي بالمساهمة فيه لكم ولأمواتكم، فالداعم لمثل هذا المشروع والوقف الدعوي العظيم تصب عليه الخيرات في حياته وبعد الممات. التجوال، كلم واستقبل المكالمات بأفضل الأسعار مع باقات التجوال للمكالمات. دع الفخامة تتحدث عن حضورك، أشمغة فيراري، لامبورغيني، فيرساتشي، اترك انطباعا بأناقتك من عجلان وإخوانه. برنامج كل يوم سيارة. لا وخلوني أيضا أذكركم بسؤال، سؤالنا الخاص بالهاشتاج لهذه الليلة. يقول السؤال: مؤسس بيت الحكمة، نشوفها الآن راح يظهر على الشاشة،
مؤسس بيت الحكمة هو، هل هو المأمون ولا المعتصم بالله أم المنتصر بالله؟ ضعوا إجاباتكم من الآن حتى الساعة 9 من مساء الغد، وكل التوفيق لكل الأخوة والأخوات. محور المعرفة وأرامكو السعودية تستعد لبرنامج إثراء المعرفة في ثاني أيام العيد. وناخذ اتصال وأقول سلام عليكم يا نورة. عليكم السلام. أهلا وسهلا أخت نورة. أهلا. يلا كيف معلوماتك المعرفية يا نورة؟ يعني كيفك مع الشعر؟ ماما الله. طيب يلا خلنا نشوف السؤال وإن شاء الله يا رب تتوفقين. خلونا نشوف سؤال أختنا نورة في مجال المعرفة. خلونا نشوف السؤال في مجال المعرفة. يقول السؤال، سؤالنا مرتبط بالشعر والشعراء أختي الكريمة. يقول السؤال: الشاعر الذي قتله شعره، هل هو المتنبي أم ابن الرومي أو أبو فراس الحمداني؟ شاعر مشهور مشهور. ابن الرومي. مين؟ ابن الرومي. أيوة. والله الأمر راجع لك، الأمر راجع لك. تبغين نثبت؟ المتنبي. ايه نثبت. ثبت. يلا ثبتوا له المتنبي. الحمد لله. واتصال جديد وأقول سلام عليكم يا منى. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أختي الكريمة يا منى. هلا مرحبا. ها جاهزة للمعرفة؟ ايه تفضل. حياك. عساكي شاركتي بس معنا بالهاشتاج ولا لسه؟ لا إلى الآن والله. نبيك يعني جيد ان تشاركين معنا بوضع بعض المعلومات وبعض الأشياء اللي يمكن يستفيد منها كل من يدخل معنا عبر هاشتاج البرنامج. يلا خلونا نشوف سؤال أختنا الكريمة وإن شاء الله تتوفق معنا بإجابة صحيحة. يا رب. سؤالنا مرتبط بفن الخط. ها يقول السؤال: تطور الخط الكوفي تطورا كبيرا خلال العصر العباسي ولا الأموي ولا العثماني؟ الخط الكوفي اللي هو كأنه مرسوم، ممكن العثماني. العثماني أظن كان الديواني، قد يكون هو اللي اشتهروا فيه العثمانيين. إذا العباسي. إذا العباسي إن شاء الله هو، ما أدري والله. يا أخي نثبت عليه، إيش رأيك؟ يلا تفضل. يعني ما باليد حيلة، خلونا نثبت عليه ونشوف. الحمد لله وإجابة صحيحة. واتصال جديد وأقول سلام عليكم يا عبد الله. عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا عبد الله؟ السلام عليكم. عليكم السلام، حنقضي الحلقة. السلام عليكم. وعليكم السلام عبد الله. عسى ربي يحفظ. كيف انت؟ طيب. ايه عسى ربي يحفظك ويخليك لهلك ويحميك من كل عين يا رب. طيب طلعونا سؤال عبد الله، يمكن أبوه يكون جنبه ولا يطلع له شعار ولا ايش يطلع له. خلونا نشوف ايش يطلع عبد الله. ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك يا عبد الله، عسى ربي يحفظك ويجعلك قرة عين لوالديك يا رب. واتصال جديد وأقول سلام عليكم يا محمد. هلا أبوي. هلا حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، وينك يا محمد؟ والله موجود يا أخو. عساك موجود وإن شاء الله وجاهز معانا. معك جاهز، ما يحتاج أبوي. يلا خلونا نشوف سؤال أخونا الكريم في محور المعرفة، إن شاء الله يا رب أيضا تتوفق معانا الإجابة صحيحة. وألف مبروك. ألف مبروك أخوي الكريم، ظهر لك شعار شركة السيف للتوكيلات التجارية. يا خالد يا السمي. خالد أرحب. أرحبوا. هلا والله، كيف حالك؟ هلا والله. بخير الله يسلمك. إن شاء الله طيب. يلا يا خالد. إن شاء الله حبيبك يا سمي. دوم يا رب. إن شاء الله أدعم لي بالله قبل السؤال إن الله يرزقنا بالطحون. آمين يا رب العالمين. يلا خلونا نشوف سؤال أخونا الكريم خالد في مجال المعرفة. يلا سؤالنا أخوي الكريم، سؤالنا مرتبط بالألوان. يقول السؤال: الأصفر
يعتبر من الألوان؟ هل هي الدافئة ولا الباردة ولا المحايدة؟ لون الأصفر. الأصفر؟ إيه. ما أدري، أشك في الباردة. شك بالباردة؟ إيه. باردة بأيام الصيف ما تمشي. طيب المحايدة. براحتك، نثبت على المحايدة. ودي مساعدتك أنتني. والله أنا قلت لك الباردة، حنا في فترة صيف. المحايدة. طيب ثلاثة. الإيش؟ المحايدة. راح. معلش يلا. معلش يا خالد سامحنا أخوي الكريم، أنا أقول لك الجو صيف، الجو صيف حار، فهي الألوان الدافئة، اللون الأصفر يعتبر من الألوان الدافئة. يا ياسمين. نعم. السلام عليكم. ألو. أيوة، مين معاي؟ ياسمين. أي ياسمين. يلا يا ياسمين. يلا يا ياسمين، جاهزة؟ جاهزة. يلا وإن شاء الله يا رب تتوفقين بإجابة صحيحة. خلونا نشوف أيضا سؤال أختنا الكريمة. ألف مبروك يا ياسمين، ألف مبروك. ظهر لك شعار دار اليوم. خليك معنا نهاية الحلقة. واتصال جديد وأقول السلام عليكم يا فايز. السلام ورحمة. أهلا وسهلا وتحية لكل أهلنا في العراق. حياك الله، حياك الله، حياك الله شيخنا الكريم. الله يحييك. يلا إن شاء الله يا رب تفوز معانا وتكون فايز يا فايز اليوم. الله يرضى عليك أجمعين، نحن وأنتم الفائزين. آمين يا رب العالمين. خلونا نشوف سؤال أخونا الكريم من العراق في محور المعرفة. سؤالنا أيضا مرتبط بالألوان، سؤالنا مرتبط بالألوان يا فايز. يقول السؤال: إذا خلطنا اللون الأزرق والأحمر، اللون الأزرق وأحمر، هل يعطي أي لون؟ يعطي البنفسجي أم الأسود أم الأبيض؟ البنفسجي. البنفسجي. يا أخي ما شاء الله تبارك الله، عيني عليكم باردة. أهل العراق لما يشاركون معنا إجابتهم واثقة، ثبتوا له. يلا. يا هناء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا وحيا الله أهل قطر. الله يحييك. بقيت. حياك الله أختي الكريمة، وأظن هذه أول مشاركة من قطر، ويا الله يا رب في هالليلة الكريمة أن يكتب لك أحد جوائزنا إن شاء الله يا رب. يا نقول يا رب إن شاء الله. خلونا نشوف سؤال أختنا الكريمة في محور المعرفة. سؤالنا مرتبط بالمجموعة الشمسية أختي الكريمة. يقول السؤال: أقرب كوكب للشمس. أقرب كوكب للشمس. هل هي هل هو عطارد ولا زحل ولا المريخ؟ طول بعيدين من الخيرات، بعيدين مرة. ساعدنا شوي. هذا أنا أقول لك زحل والمريخ بعيدين مرة. هذي واحد قريب. عطارد. قريب ومن قطر وثبتوا لها. يلا تستاهل. يا آلاء. أخت آلاء. أيوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يلا يا آلاء أيضا إن شاء الله يا رب تتوفقين معانا وتكون واحدة من جوائزنا من نصيبك إن شاء الله. نقول إن شاء الله يا رب. خلونا نشوف أختنا آلاء من الدمام من أهل الشرقية إيش بيطلع لها السؤال. ما شاء الله تبارك الله، ألف مبروك يا آلاء، ألف مبروك. هذه ما هي بالواسطة، ما هي لأنها من الشرقية، وجاها أيضا شعار أرامكو السعودية. كل الشكر والتقدير لهذه الشركة العملاقة. عبد العزيز. ألو. أهلا وسهلا. حياك الله خالد. يا هلا والله، حياك الله عبد العزيز. يلا عبد العزيز جاهز معنا؟ جاهز معك. نقول إن شاء الله يا رب أيضا ربي يكتب لك أحد جوائزنا. قول أمين يا عبد العزيز. اللهم آمين. أنتم أهل الرياض قريبين، تجي على طول تأخذها. يلا خلونا نشوف سؤال أخونا الكريم في محور المعرفة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يا عبد العزيز، ألف مبروك وكل الشكر والتقدير لغسل البان لصناعة الأثاث، أحد رعاة برنامج كل يوم سيارة. انتهينا يا جماعة من محور المعرفة. محورنا القادم هو محور الطاقة، وسيكون معنا أيضا أحد موظفي أرامكو السعودية والمشرف على معرض كفاءة الطاقة، أحد برامج إثراء المعرفة. فاصل ثم نواصل.
السعودية تستعد بإذن الله تعالى خلال ثاني أيام العيد لإطلاق برنامجها في مدينة الرياض إثراء المعرفة، واحدة من أبرز الفعاليات اللي راح تكون ضمن برنامج إثراء المعرفة فعالية كفاءة الطاقة. يسرني الترحيب أيضا بسعادة الأستاذ عبد العزيز السياري القائم والمشرف على معرض كفاءة الطاقة. تفضل أستاذ عبد العزيز. عليك السلام، حياك الله، أهلا وسهلا، سعداء بتواجدك معانا أستاذ عبد العزيز. احنا مقدرين حجم انشغالاتكم الأيام هذه، عندكم أيام تركيب وتجهيز، لكن شكرا لتواجدك معانا. والله بالعكس، لنا الشرف الحضور في هذا البرنامج. جزاك الله خير. طبعا أستاذ عبد العزيز بإذن الله تعالى ستكون معنا ضيفا في محور الطاقة، سنتبادل الأسئلة نطرحها على من يتابعنا في قناة المجد الفضائية، وخلالها بإذن الله تعالى سنتحدث عن هذا عن فعالية كفاءة الطاقة بإذن الله. نتوكل على الله، نتوكل على الله. بناخذ أول اتصال وأقول السلام عليكم. أخوي عبد الرحمن، يا عبد الرحمن. هلا هلا أخوي خالد، أهلا وسهلا، حياك الله أخوي عبد الرحمن، أول متصل معنا بمحور الطاقة. الله يحييك، يا مرحبا. يلا أهل مكة إن شاء الله يا رب تكون لكم واحدة من جوائزنا بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله. يلا خلونا نشوف سؤال أخونا الكريم في محور الطاقة. يلا خلنا يطلع السؤال وتسمع، تسمع السؤال من أخونا عبد العزيز. تفضل أخوي عبد العزيز، أعطيه السؤال. طيب أخوي عبد الرحمن، التقسيم الذكي لمفاتيح التحكم بالإنارة يساهم في خفض الاستهلاك، هل الجواب نعم لا ليس له علاقة؟ ها يا حبيبنا، التقسيم نعم نعم، الأول إذا يا جماعة ثبتونا على الخيار الأول، وخلونا نشوف يا عبد العزيز إجابته صحيحة ولا لا. الإجابة أكيد صحيحة. الحمد لله. وأخذ اتصال جديد وأقول سلام عليكم يا وفاء. عليكم السلام. أهلا وسهلا أختي الكريمة، جاهزة معنا أيضا في محور الطاقة؟ أيه. كيف عساك انت بعد من الناس اللي يهتم تطفين الكهرباء، تطفين الانوار حقت الغرفه؟ ها ضروري ان شاء الله. نقول ان شاء الله. خلونا نشوف سؤال اختنا الكريمه في مجال الطاقه مع اخونا عبد العزيز. اهلا اختي وفاء، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. يلا خلونا نشوف الان الاسئله. طيب. يلا اخوي عبد العزيز تفضل. ماكينه السياره ذات الاربع سلندرات غالبا تكون أكثر استهلاكا للوقود، أقل استهلاكا للوقود، ليس لحجم الماكينة علاقة باستهلاك الوقود. أكثر استهلاك. أكثر. طب نتذكر إن عندنا أنواع، يعني عندنا الأربعة بعدين الستة بعدين الثمانية. ها ترى قاعد يساعدك يقول لك الأربعة هي أقل السيارات صح؟ أقل. أقل السيارات هذه. يعني استهلاكها للوقود يظن يكون ها؟ وش رأيك يا أخت وفاء؟ ها؟ خيار آخر خيار. آخر خيار ليس له حجم؟ لا، خلنا نشوف الإجابة. للأسف. إيش الإجابة الصحيحة أخي عبد العزيز؟ أكيد أقل استهلاك الوقود، عندنا السيارات الأربعة سلندر تستهلك يعني بنسبة كبيرة أقل من من الستة ومن الثمانية. عشان كذا إحنا دائما نقول إن اللي ما لهم حاجة بسيارات الكبيرة يبقون على السيارات الصغيرة، صح ولا لا يا أخي عبد العزيز؟ طيب. نوفر الوقود. نوفر الوقود. يا سميرة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا أختي الكريمة، يا سميرة. الله يحييك أختي الكريمة، احنا موجودين الآن في محور الطاقة، هدفنا ترشيد استهلاك الطاقة، نبي نسولف بعد شوي مع أخوي عبد العزيز حول الكفاءة الطاقة، جاهزة معانا؟ الله إن شاء الله. يلا طلعونا السؤال مع أخوي عبد العزيز. يلا خلونا نشوف سؤال أختنا الكريمة، تفضل يا عبد العزيز. طيب، من أهداف المركز السعودي لكفاءة الطاقة ترشيد ورفع كفاءة الوقود استهلاك الوقود، ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الكهرباء، أو ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة؟
طبعا كل الشكر والتقدير لإخوان في الثالث ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة. شو رايك عبد العزيز؟ والله انا اشوف فاهم البنت ان شاء الله. شوف فاهم نثبت نثبت يلا ثبتوا لها يا جماعة ثبتوا لها وان شاء الله تكون اجابتها صحيحة. بالمناسبة يعني كل الشكر والتقدير للإخوان في المركز السعودي لكفاءة الطاقة على برامجهم حقيقة التي يبذلونها للحد من استهلاك الكهرباء في تعاون بينكم بين أرامكو السعودية من خلال برنامج إثراء المعرفة والمركز السعودي. يا عبد العزيز أكيد عندنا معرض كفاءة الطاقة بالتعاون ما بين أرامكو السعودية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة. كثير من المعلومات يعني أجزاء كبيرة من المعرض بالتعاون مع المركز السعودي. جميل. طبعا هذه حملة يعني يقوم فيها المركز وإن شاء الله يعني تنفع الزوار. احنا راح ناخذ إن شاء الله يعني أننا بناخذ أكبر قدر ممكن من المعلومات بإذن الله تعالى. أعدكم أعزائي المشاهدين أخذ صالح. صالح هلا. السلام عليكم يا صالح. عليكم السلام ورحمة الله. يلا يا صالح جاهز معنا في محور الطاقة؟ جاهز. يلا خلونا نشوف سؤال أخونا الكريم في محور الطاقة ومع أخوي عبد العزيز إن شاء الله ما يتوفق بإجابة صحيحة. والله نقول إن شاء الله. نقول إن شاء الله يا عبد العزيز هذول رعاتنا. يستاهل يستاهل لك جزاهم الله خير. ألف مبروك يا صالح. ظهر لك شعار شركة الجبر أحد رعاة برنامج كل يوم سيارة. واتصال جديد وأقول سلام عليكم يا رمزي. يا رمزي رمزي معلي صوت التلفزيون الله يهديه. أيوة يا رمزي. رمزي ايوه يلا طلعوا لنا سؤال رمزي. رمزي على اساس الوقت معلش بندخل بالسؤال مباشره. يلا خلونا نشوف سؤال اخونا رمزي وما شاء الله تبارك الله ما شاء الله هذا ايضا ظهر له شعار ارامكو السعوديه. وخليك معنا يا رمزي الى نهايه الحلقه يمكن تكون احد من جوائزنا من نصيبك. واتصال جديد واقول السلام عليكم. هلا يا محمد. هلا كيف حالك يا محمد؟ محمد إذا طلعت من الغرفة تطفي الأنوار؟ ها؟ إذا خلصت من إذا طلعت من الغرفة تطفي الأنوار؟ أيه. طيب جزاك الله خير. يلا خلونا نشوف سؤال الكريم. خلونا نشوف سؤال محمد في محور الطاقة. أهلا محمد كيف حالك؟ خلونا نشوف السؤال. ما شاء الله تبارك الله هذول متوفين فيهم الجماعة اليوم يا عبد العزيز. والله حقين الفقرة هذه محظوظين ما شاء الله. هذول محظوظين. طيب إذا احنا نقول كل الشكر والتقدير لرعاة برنامج كل يوم سيارة. تحدثنا قليلا حول محور الطاقة راح أتناول الآن جزء أكبر عن معرض كفاءة الطاقة في برنامج إثراء المعرفة بعد هذا الفاصل. حياكم الله أعزائي المشاهدين معي سعادة الأستاذ عبد العزيز السياري. عبد العزيز في يعني كذا ومضات حول فعالية كفاءة الطاقة في برنامج إثراء المعرفة. طبعا فعالية كفاءة الطاقة ومعرض كفاءة الطاقة هذه الجولة الرابعة في المملكة. جميل. وبإذن الله هي يعني الهدف منها توعية المجتمع في مجال هدر الطاقة. يعني مثل ما أنت عارف أن يعني الشعب منتج للطاقة بس في عندنا كمية الهدر عالية جدا. ففكرة المعرض بشكل عام توعية المجتمع في هذا المجال، نبههم في بعض الشغلات كيف يقدرون يوفرون في الطاقة. جميل. ومثل الأسئلة اللي طرحناها في البرنامج اليوم يعني عندنا معلومات كثيرة نعرضها في المعرض توعي الزائر كيف انه يقدر يوفر في نفسه. يمكن من أكثر الأشياء اللي شدتني في المعرض أنا لقيت أن الأطفال لهم ركن عندكم في معرض كفاءة الطاقة. أكيد يعني أيضا استخدمتم أنه يكون تفاعلي أكثر. أكيد الأطفال هم المستقبل يعني في هذا البلد ونحاول زي ما تكون نفتح عيونهم في مجال الطاقة المتجددة. جميل يعني جميل جدا. عندنا الطاقات كثيرة يعني نقدر نستفيد منها يعني غير البترول غير فنحاول يعني زي ما تقول خليهم يفكرون وش الطاقة الحركية. جميل. الطاقة الشمسية
يمكن أيضا من أكثر الأشياء اللي يعني شدت انتباهي في معرض كفاءة الطاقة إنها هي ليست فقط مجرد معلومات موجودة على لوحات، إنما هي تفاعلية أكثر. يعني كان المعرض مقسم إلى المنزل، فالواحد ممكن يخش غرفة النوم، المطبخ، حتى الأدوات الكهربائية بطاقة كفاءة الطاقة. أكيد الزائر يعني بعد ودك إنه يدخل ويستمتع بالوقت يعني. جميل. متى ممكن يجون الزوار؟ إن شاء الله ثاني العيد. ثاني العيد من الساعة كم للساعة كم؟ الساعة 5 لين الساعة 12 في الليل. الأعمار؟ كل الأعمار حياهم. كل الأعمار مفتوحة. الله. طيب إحنا أيضا نبي نكسب تواجدك معانا أستاذ عبد العزيز، نبي نخلط الأسماء هذه من فوق وتحت، قلب لي إياهم كذا حتى الكل ياخذ فرصته. هل نقول أستاذ عبد العزيز إنه معرض كفاءة الطاقة سيكون متميز أكثر في الرياض عن البقية؟ والله إن شاء الله إنه بيتميز بأهل الرياض والزوار اللي في جزاك الله خير. أصحاب لنا واحد الآن. بسم الله. تسلم. جزاك الله خير. يلا بسم الله. إذا ألف مبروك للفائز معنا بالجائزة الأولى، وهي عبارة عن طقم أواني للأخ خالد الحارثي. ألف مبروك يا خالد. مبروك. إذن ألف مبروك لأخونا خالد. نبي نسحب الآن على غرفة نوم، بس نبي نخلط الأسماء أكثر أخوي عبد العزيز. طبعا من الأشياء اللي الأخوان أيضا في معرض كفاءة الطاقة في ربط ما بين السياكل وربطها بالLED اللمبات، وهذا حتى يكون فيه جزء تفاعلي. والله تعرف لازم الزائر يحس بالطاقة اللي جالسة تهدر. عندك يعني حركة السيكل تحسس بكمية الطاقة المنتجة اللي تشغل الإضاءة. أيضا نقول ألف مبروك للفائز معنا بغرفة نوم. نقول ألف مبروك لأخونا صالح من الطايف. إذن ألف مبروك لأخونا صالح. الآن نبي نساعدك إحنا بعد يا عبد العزيز. نبي نخلط قلب الأوراق معايا يا عبد العزيز، وتقول لي إن شاء الله من ثاني العيد من الساعة 5 بإذن الله. من الساعة 5 المساء. الأعمار متاحة للكل؟ والله المعرض يستهدف جميع الأعمار. جميل. كلنا مسؤولين عن الطاقة. عطنا قلب من الأسماء. آخر تقليب. بعد قلب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. نقول ألف مبروك، ألف مبروك بتواجد أيضا معنا الأستاذ عبد العزيز السياري من أرامكو السعودية. سيارتنا لهذه الليلة راحت لخارج المملكة العربية السعودية للأخت هناء. ألف مبروك من قطر. ما شاء الله مبروك. إذن ألف مبروك للأخت هناء الحوثري من قطر. أستاذ عبد العزيز سعدنا بتواجدك معنا. والله يسعد لنا الصراحة. وكل التوفيق إن شاء الله بإذن الله تعالى لبرنامج إثراء المعرفة بالرياض. وأيضا الشكر موصول لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. يتجدد اللقاء معكم بإذن الله تعالى غدا. إلى ذلك الملتقى طابت ليلتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.